مساء الخير وأهلا بكم من جديد الأجواء نهار اليوم كانت مشمسة ولكنها بقيت باردة سجلت درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان تقريبا 13 درجة مئوية من خرائط الضغط الجوي عم نشوف أنه ما زالت المملكة تتأثر بمرتفع جوي مرتفع جوي موجود في كافة طبقات الجو طبعا حالة الاستقرار الجوي اللي عشناه خلال الثلاثة أيام القادمة مستمرة معنا إن شاء الله خلال اليومين القادمين الطقس هذه الليلة بارد بوجه عام في مختلف المناطق شديد البرودة في مناطق البادية السهول الشرقية في جبال الشراء لا يستبعد هذه الليلة تشكل الصقيع هناك نتحدث عن حالة الطقس ليوم الغد درجات الحراره متوقع ان تكون حول معدلاتها السنويه مره ثانيه الطقس شبيه بنهار اليوم مشمس بارد بوجه عام في مختلف المناطق عدا مناطق الاغوار البحر الميت والعقبه حيث تكون الاجواء هناك ان شاء الله خلال يوم الغد لطيفه تستمر الرياح جنوبيه شرقيه معتدله السرعه ولكن تنشط على فترات تزيد الاحساس بالبرودة بشكل واضح وقد تكون مثيرة للغبار في بعض المناطق الصحراوية درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة والعظمى ليوم الغد تكون كالتالي في العقبة هذه الليلة تسع درجات غدا أجواء لطيفة 24 درجة مئوية وادي رم كما نشاهد من 2 إلى 16 والأجواء صافية ومشمسة معان من 1 إلى 13 رأس النقب من ناقص 2 هذه الليلة وغدا 10 درجات مئوية البتراء من 2 إلى 11 درجة الشوبك من ناقص 3 إلى 9 والرشادية من ناقص 1 إلى 9 درجات والاجواء مشمسة وصافية. الطفيلة من 2 إلى 11 غور الصافي من 10 إلى 21 والاجواء لطيفة هناك ومشمسة، الكرك من 3 إلى 12 درجة اجواء ايضا صافية ومشمسة كما نشاهد وادي الموجب من 12 إلى 20، البحر الميت من 14 ل 20 درجة مئوية والاجواء صافية ولطيفة هناك. ما من 3 الى 12 درجه مئويه وايضا الاجواء مشمسه مطار الملكه عاليه الدولي من ناقص 1 الى 12 درجه مئويه مرج الحمام من 3 الى 11 والاجواء صافيه مشمسه صويلح من 3 الى 9 لفحيص من 4 الى 11 درجه وايضا الاجواء مشمسه وصافيه السلط من 4 الى 11 درجه مئويه في عجلون 3 درجات هذه الليله غدا 10 درجات العظمى راس منيف من 2 إلى 8 درجات مئوية نشوف في إربد من 2 إلى 13 هذه الليلة في جرش 5 درجات غدا 14 درجة مئوية والأجواء صافية مرة أخرى نعود إلى العاصمة عمان عمان الغربية من 3 إلى 11 درجة عمان الشرقية من 4 إلى 12 درجة مئوية الزرقاء من 4 إلى 14 والمفرق من 2 إلى 12 درجة والأجواء صافية هناك ومشمسة رويش الدرجات حرارة متدنية هذه الليلة ناقص 1 غدا 12 درجة مئوية، الصفاوي من صفر إلى 12 درجة، والاجواء مشمسة هذه الليلة في مدينة الأزرق درجة مئوية واحدة والعظمى 14 والاجواء صافية مشمسة، وننهي النشرة بمنطقة الجفر من واحد إلى 14 درجة مئوية، النشرة الجوية قدمت من قناة رؤيا بالتعاون مع موقع طقس الأردن، دائما لكم أطيب التمنيات، وإلى اللقاء.